رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، ووصلنا الفقره بتاعه اسال منى. طبعا دي فقره جميله وريحتها حلوه واطعمها يجن. عودناكم في فقره اسال منى ان احنا دايما بنجيب لكم مطاعم، بنتكلم عن المطاعم وبقول لكم تجربتي وبنقلها لكم عشان لو حابين تجربوا هذا المطعم. ولكن في ظاهره انتشرت اللي هي ظاهره طلب الاكل اونلاين. ناس كتيرة أو شيفات كتيرة بيعملوا صفحة على الفيسبوك أو الإنستجرام بيعرضوا المأكولات المميزة بتاعتهم، وإحنا كستات بيوت بنبقى أو كامرأة عاملة بترجعي من شغلك مفيش وقت تطبخي، فبيبقى نفسك تطلبي الأكل أونلاين، وبعدين تحسي كمان في هذا الأكل إن هو وكأنه معمول في البيت، حاجة كده فيها إيه النفس بتاع ست البيت، ويا سلام بقى لو كان على قد الإيد. كل المميزات دي لقيناها في بيج مميزة جدا موجودة على الفيسبوك اسمها أبو آدم. بنرحب الأول بالشيف أبو آدم اللي منورنا في الاستوديو النهاردة. الله يكرمك يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك يا فندم، بجد إيه المأكولات التحفة دي، تحت أمرك. إحنا شفنا الفيديو يجنن، شفتوا الأكل ده كله اللي شفناه في الفيديو شيف أبو آدم هو اللي عامله. الله يكرمك يا فندم، ما شاء الله. الله يكرمك. عايزين نعرف من حضرتك في البداية إزاي فكرت في موضوع البيج، وبدأ معاك الفكرة إزاي وطورتها إزاي؟ الفكرة كمطبخ، لان اصلا الفكره ان انا بادي المطبخ من عندي 15 سنه ما شاء الله. الله يكرمك. 15 سنه، 10 سنين في المطابخ ما بين مصر و10 سنين مطابخ ما بين السعوديه. ما شاء الله، يعني كمان تعرف المطبخ الخليجي بالظبط، المندي وكل اصنافه، بس الصح صعب. الصح. كنت عايز افكر، يعني عندي موهبه وعندي طموح ان انا عاوز اعلي الموهبه دي، وعايز ارجع الله. مصر اعمل مشروع، اعلي المهنه دي واعلي الخبره دي، واكون عندي طموح ان انا الناس كلها تدوق اكلي وكل حاجه. بس لما جيت مصر لقيت ان انا افتح مطعم بالطراز اللي بالفكره اللي انا عايز اعملها دي، لقيتها مكلفه جدا. مكلفه جدا، وكمان مع المرض العين الكورونا. أيوة طبعا طبعا، الكورونا الناس كلها خايفه، كل الناس ربنا صح. بس يغم عننا ويبعد عننا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فكرت في المطبخ ده اللي انا اعمله حاجه بسيطه، بس اعرف يعني اقدم امكانيات بتاعتي والخدمات بتاعتي والفكره نفسها كلها، الاكل بانواعه بالمحاشي بالحاجات دي كلها. لو فتحت مطعم لقيتها مكلفه جدا بالطراز اللي انا عايز اعمله، بالفكره اللي انا عايز اعملها. لقيت نفسي ان انا عايز اقدم مطبخ اقدم فيه الحاجات دي البسيطه دي، بس ايه، بيكون اسعار حنينه بالنسبه لي واسعار كويسه، واقدمه للناس باسعار كويسه والناس كلها تدوق اكلي. اهم حاجه الاسعار الكويسه دي، طعم حلو وسعر جميل. لا باذن الله ان شاء الله. طيب في مطبخ ابو ادم بقى بتقدموا اكلات شرقيه بس ولا في غربي، ولا ايه الاصناف اللي انتوا بتقدموها لنا في مطبخ ابو ادم؟ انا يعتبر شيف شامل، بس بالنسبه للحلواني لا، يعتبر بعيد عني شويه. تمام. انا يعتبر غربي واعتبر شرقي. اكلاتكم شرقيه؟ شرقيه وغربيه زي ما احنا شايفين كده. وغربيه، يعني عندي حضرتك عندي كوندن بلو، عندي على كيف، عندك سمبوسك، بعمل الكمسال، البيكاتا، كل الحاجات الغربيه انا بعملها. تمام. والشرقيه طبعا مميز فيها، كل اللي بيميز مطبخ ابو ادم التكات بتاعته. فما يعني انا كمثال ما بحبش الاستاندر. ايوه، بحب اللي انا اكون مميز ليك حاجات تكاتك المميزه، التمييزه دي المميزه. طب ما تقول لنا حاجه. عايزه تعرف امرك تكون ما شاء الله. اللهم بارك. انا شايفه حتى الجرناتور شم الريحه تجنن. الله يكرمك، تجنن. اول طبق احنا قلنا كوردن بلو، كوردن بلو على كيف، وسمبوسك جبنه وسمبوسك لحمه. اوكي تمام تمام. المطبخ بالنسبه للطبق الثاني دي محاشي مشكله. تمام تمام، مع ممبار، مع فلفل، مع كل انواع المحاشي. ما شاء الله. ده حمام، محشي رز، ومحشي فريك، وبالنسبه للكفته ممتاز. تمام. والطاجن رز معمر طبعا باللحمه البتنجان. ما شاء الله اللهم بارك. في حاجات تانية بتقدموها غير الحاجات طبعًا اللي حضرتك جايبها لنا النهارده في الاستوديو؟ كتير كتير كتير. ايه بقى زي ايه؟ كل حاجه، المشاوي بانواعها ما شاء الله. فاهمه؟ المشاوي كلها بانواعها، بالنسبه للمحاشي بانواعها، بعمل طواجن ملوخيه، طواجن باللحمه، طواجن بسله، حضرتك طواجن، كل الطواجن الشرقي كل الجميل الطواجن اللي احنا بنحبه ومتعودين عليه. بالظبط، اي بيت بس بيحتاجه. بس بقى بالتيست والنكهه بتاعت ابو ايه. والفراخ المحشيه والفراخ المشويه وكل حاجه. طب انت بقى اسعارك يعني عامله، يعني طبق زي المحشي ده انا بعشق المحشي، فطبق زي المحشي ده او كيلو المحشي عند حضرتك بكام؟ الكيلو المحشي عندي ب 50 جنيه. نعم 50 جنيه والله. ده انا لو هجيب المكونات واقعد اليوم كله اعمله في البيت والله يا فندم، انا اصرف اكتر من 50 جنيه. ايه رايكم معايا الستات اللي معانا؟ بذمتك لو جبتي المكونات وقعدتي طول اليوم تقوري وتعملي الصلصه وتحطي عليها الرز وبعدين تقطعي الخضره وكل ده، هتتكلفي اكتر من 50 جنيه؟ ده غير بقى ان ظهرك خلاص.
في نهايه اليوم. والله يا فندم كمان انا بالنسبه لي الهدف بتاعي الجوده والنظافه أكيد والاسعار. اكيد فما والله العظيم الضمير عندي اول حاجه، اول يعتبر درجه بالنسبه لي. وكل المكونات عندي يعتبر لحمه بلدي، وعندي المكونات كلها فريش. ما شاء الله. احنا طبعا غير الاكل اللي معانا في الاستوديو مشاهدينا الاعزاء اكيد شايفين الصور الجميله على الشاشه والاكلات التحفه بتاعه مطبخ ابو ادم. طبعا الاسم بتاع ابو ادم دي صفحته على الفيسبوك اسمها ابو ادم. تمام لكل السيدات اللي عاجبهم الاكل اللي اكيد هتقوموا دلوقتي تطلبوا من مطبخ ابو ادم. الارقام موجوده على الشاشه للتواصل، وكمان صفحه على الفيسبوك، وكمان كل وسائل الاتصال بمطبخ ابو ادم موجوده على الشاشه امامكم دلوقتي. ما شاء الله يا شيف. الله يكرمك يا فندم. ما شاء الله. الله يكرمك. طب انا عايز اعرف بقى حاجه. اموري. ايه السر في الاكل التحفه اللي انتوا بتقدموه ده؟ يعني انت بتستخدم حاجات بلدي، حاجات طبعا. اول حاجه في اي مطبخ بالنسبه بيميز شيف عن شيف النفس. طبعا. يعني طبعا. ممكن شيفات كتير بتعمل نفس الاكل، بس ده بيختلف عن ده. تمام. النفس دي درجة أولى. أيوة. المهم المكونات. النفس أكيد. المكونات لازم يكون حاجة فريش وحاجة كويسة بالنسبة للحوم، بالنسبة للتواجد، بالنسبة للبهارات، بالنسبة لكل حاجة لازم يكون درجة أولى. طبعا طبعا. فما يعني هو ده اللي بيميز أكلك. ممتاز جدا. طيب حضرتك بقى لو أنا مثلا عندي فرح، عندي عزومة، وأنا عايزة أجيب لحضرتك المكونات وتعملها لي، في ناس بتعمل كده، هل حضرتك بتعمل الأوبشن دي؟ كل حاجة موجودة. يعني أنا لو عندي دلوقتي مناسبة، لو عندي فرح، لو عندي عزومة، لو عندي عيد ميلاد وعايزة أعمل بوفيه كامل، أجيب لحضرتك المكونات وتعملها لي؟ كل المكونات حضرتك أنت عندك المكونات أعملها لك. أو حضرتك أو تجيبها بالظبط وتعمل البوفيه. بالظبط. حلو جدا. بأي حاجة حضرتك أنت، حتى لو مش موجودة في المنيو، مش موجودة في المنيو، حضرتك أنت نفسك في أي حاجة عايزة تعمليها أنا تحت أمرك. طب أنا بقى عايزة المشاهدين ومشاهدات هي وآدم اكسكلوسيف كده، عايزة عرض كده، ديسكاونت، عرض حلو يعني، عشان معلش انا بحرجك على الهوا، انا عارفه. لا تحت. بس عايزين مثلا ايه لو اخذوا حاجه ياخدوا عليها اوفر، هديه. انا اصلا يعني اوريدي انت فاهمه اللي انا بعمل عروض. انا كل يعتبر في الاسبوع مرتين بعمل عروض. ما شاء يعتبر الله. يعني يعتبر عروض فوق الاسعار بالنسبه لي اللي هي قليله، انا بعمل عروض ثانيه وبخفض السعر اكتر واكتر، والحمد لله شغاله يعني، والحمد لله يعني الناس كلها بتشكر فيها. حضرتك بقى المعجنات بتاعتك، يعني مثلا السمبوسك ده انت اللي عامل السمبوسك المعجنات، مش قصدي الحشو بس، حضرتك اللي بتعمل العجينه؟ لا انا يعتبر بشتريها جاهزه. طب البيتزات الحاجات دي كلها؟ كلها بعملها على قدي. يعني العجائن المعجنات حضرتك بتعملها؟ كلها حتى كمان بعمل كمان اوبشن كمان ان انا ممكن اعمل برجر، جبنه مقليه، الحاجات دي كلها على قدي. يعني ما شاء الله. ما شاء الله. كلها بصنعها، كل الحاجات الادوات دي كلها بصنعها بايدي. انت حضرتك اكل بيتي، اكل بيتي يعني بلحم بلدي، كل ده علشان اوصلها للناس تكون مضمونه وحاجه كويسه. ممتاز ممتاز يا شيف. حضرتك كنت قلت لي كمان ان انت في المعجنات بتفضل انك تقول للمشاهدات سر من اسرارك ان انت بتحب تستخدم دقيق الكيل. بالظبط انت فاهمه ان تعتبر دقيق الكيل ده انضف حاجه واحسن حاجه استعملتها، وكانت كويسه جدا معايا وعملت نتائج رهيبه يعني معايا. يعني مشاهداتي الاعزاء لو انت عايزه تاخدي سر من اسرار مطبخ ابو ادم، الشيف الرائع، الشيف اللي بقاله كتير جدا في الطبخ من وهو عنده 15 سنه، الشيف اللي اكله هيجنني دلوقتي في الاستوديو، هو بيعمل المعجنات بتاعته بدقيق الكيل. دقيق الكيل زي ما حضراتكم شايفين في مميزات كتيره، ان هو دقيق الكيل اولا بيتنخل مرتين، يعني كل الدقيق بيتنخل مره واحده، ده بيتنخل ثلاث مرات. دقيق الكيل فيه مميزات تانيه كمان، ان هو بيستخدم لكل العجائن، يعني اي عجينه انت عايزه تستخدميها بتستخدمي فيها دقيق الكيل. بينفع للحلويات الشرقيه والغربيه والمعجنات والمخبوزات، كل ده في دقيق الكيل. دقيق الكيل كمان لو احنا شايفين الكيس شفاف عشان يوريلك نظافه المنتج اللي جوه. طبعا من مطبخ من فقره فقرة المطعم مع منى زائد مطبخ أبو آدم بنقول لك استخدمي دقيق الكيل لأنه مميز جدا 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 جدا. دقيق الكيل حضراتكم لو حابين تتواصلوا أو تجيبوا دقيق الكيل في الرعايات بتاعتنا هتلاقوا رعاية دقيق الكيل للي حابب ياخد أي طلبات من دقيق الكيل. طيب حضرتك بقى احنا طبعا عرفنا الاكل وعرفنا جماله، عايزين بقى ندوق.
ولا ايه رايك؟ عمرك. تحت امرك. عشان اقول للناس على الهوا. طب حضرتك تحبي تبتدي بايه طيب؟ هقول لكم، مش هجامل، هقول الصراحة. بسم الله. بسم الله. أقول بإيه وأوصف بإيه يا شيف؟ يا رائع رائع، تحفة، تسلم إيدك يا أعظم شيف، بجد حلو جدا 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 والله، ما مجاملة. تعالوا دوقوا معايا، تعالوا كلوا معايا، بجد الأكل ملوش حل. طبعا أنا بعد التصوير هخلص كل الأكل ده. بجد يا شيف تسلم إيديك، والأكل تحفة وطعمه أكنك بتاخدي بتاكلي في مطعم 7 ستارز والله. طبعا مش عارفة الكوردن بلو في المطعم بكام، سعره كلنا عارفينه، فلما تشتريه طعمه بيتي وكمان نظيف مميز ونظافة، وفي نفس الوقت الخامات المستخدمة كلها بلدي ونظيفة، يبقى لازم تدوقي أكل أبو آدم لأن هو يستحق. كل اللي عايز يتواصل مع مطبخ أبو آدم، الأرقام موجودة على الشاشة. تسلم إيديك يا شيف. الأرقام موجودة على الشاشة، وكمان صفحة الفيسبوك لكل اللي عايز يتواصل مع مطبخ أبو آدم. في نهاية فقرتنا بنشكر شيف أبو آدم، نورتنا يا شيف. نور ليا والله العظيم، والشرف ليا بجد. وأنا بنصح كل المشاهدات لازم ياخدوا من مطبخ أبو آدم إن شاء الله بإذن الله. ربنا يخلي حضرتك بجد، أكل نظيف، أكل تحفة، طعم تحفة، نفس بيتي، كمان سعر على قد الإيد، والله ما في أحلى من كده. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية فقرتنا بنشكر الشيف، وكمان بفكركم بحاجة تانية. الشيف قال لنا سر من أسراره إنه بيستخدم دقيق الكيل. دقيق الكيل مميز، دقيق الكيل زي ما قلت لحضراتكم بيتنخل بدل مرة 3 مرات، بيستخدم في كل العجائن. دقيق الكيل، أنا بقى كست بيت هقول لكم على سر، أنت لما بتيجي تستخدمي الدقيق مش بيكلكع منك؟ والله ده ما بيكلكع، بتقليبة واحدة بلاقيه ما بيكلكعش مني خالص، في البشاميل في كل الحاجات دي مش بيكلكع تماما، ده لانه منخول بدل المرة 3 مرات. كمان بيستخدم في كل المعجنات، كمان العبوة بتاعته شفافة لان هم واثقين من اللي داخل العبوة، كمان العبوة تحس ان هي حاجة كده شياكة تفتح نفسك على الاكل. اللي عايز يتواصل وياخد من دقيق الكيل موجود في الرعايات، ارقام دقيق الكيل وازاي تتواصلوا معاه، موجود في الرعايات بتاعه برنامج هي وادم. بنشكر حضرتك يا شيف على السر اللي قلته لنا. الله يكرمك. وبنشكر كمان حضرتك على الاكل التحفه ده، وانا اول واحده هطلب اوردر بعد الحلقه على طول. والله لازم كل العيله تاكل من الاكل الجميل ده. تحت امرك في اي حاجه. مشاهدينا الأعزاء، الحلقة معاكم بتجري بسرعة جدا، إن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير الأسبوع الجاي، وحلقة جديدة من برنامجكم هي وإيدا. أشوفكم على خير.